سماعات البلوتوث الخاصة بالجوال حل سهل كثير من المحادثات أو حتى سماع الأغاني واستخدام الجوال بشكل عام على الكثير. ومؤخرا أصبحت موضة يتم عمل ألوان وإكسسوارات خاصة لها حتى باتت واحدة من إكسسوارات الجوال اللي لابد منها. ولكن ندد 250 عالما عن مخاطر السماعات أو سماعات البلوتوث، فهل ينضم البروفيسور خالد طيبة لهم؟ حنعرف هذا الموضوع. في البداية اسمحوا لي أرحب مع الدكتور خالد طيبة، أهلا وسهلا فيك. أهلا بروفيسور. أهلا، أنا سعيد بوجودي معكم. أهلا فيك. السماعات الله يسلمك والأربيس. نعم. وهذه الأشياء. نعم نعم. في البداية خليني أعرف، هل فعليا سماعات البلوتوث لها مخاطر أو لا؟ هو خلينا نقدر نقول من دون ما نخصص تقنية معينة في السماعات التي توضع على الأذن مقابل الجوال الذي نضعه بشكل مباشر على الأذن. أيه. مقابل استخدام التليفون الثابت. طيب. فإذا هي هذه ثلاثة أنماط إحنا بنستخدمها للتواصل الاتصال بيني وبين شخص آخر. جميل. وطبعا في كذلك استخدام الأجهزة للموسيقى وكذا تنطوي معنا في هذا المجال. فإذا بدأنا بالجهاز الثابت هو الأفضل. ليش؟ لأني أنا بنقل الصوت موجات صوتية آمنة من الجهاز من الخط التليفوني وليس عبر الاتصال الفضائي اللاسلكي، وبالتالي هذه تدخل بطريقة آمنة ما تأثر. وهي دي لها تاريخ قديم من يوم ما بدأت التليفونات وما في أحد يتكلم فيها، بل بالعكس إحنا نحبذ استخدامها، لكن للأسف أصبحت غير موجودة. مين فينا عنده يعني حتى التليفون في البيت؟ والله قاعد كده بس أحد آخر يستخدم مو أهل البيت. صحيح، ما صارت موجودة الثابت إلا نادرا. وتعرف أيام زمان، بس طبعا لما نجي أقول لكم تفتكروا كلكم حتنفوا إنكم تفتكروا أيام السويتش بورد وكذا، ما كنتوا موجودين. لا ما كنت حقها أيامها يا دكتور. أنت كنت موجود. فهذه آمنة جدا. بعدين طلعت الجوالات هذه بتستخدم الكهرومغناطيسية الاتصال عن طريق الأبراج من المم وينقل التليفونك انت التليفوني. هذه ننتقل للنمط الثاني، انك انت تستخدم الجهاز التليفون المتحرك او الموبايل تحطيه كذا، هذا خطير. خطير الموبايل مباشره. مباشر. ليه؟ خطير. لانه بيطلع كهرو مغناطيسيه مباشره على قناه الاذن، ومن وكمان ما في عظم هنا مفتوحه، فلذلك الحمايه اقل وتصل الى المخ، فبالتالي هذه تسوي آثار بعيدة. إلى الآن ما في نقدر نقول إنه هذه مسرطنة، ولكنها هي الأقرب لأنها هي تسوي مشاكل على مدى بعيد. وإحنا شايفين في المرضى اللي يستخدموا بشكل كثير مباشر طول الوقت هو أو هي قاعدين يستخدموا التليفون، يجي صداع، شد عضلي، طنين، تشتيت، يعني يصبح في نوع من الآثار، لأن هذه كهرباء مغناطيسية يعني وإن كانت ما هي قوية زي لما نجي نتكلم على أشعة سينية أو الالترافايلوت ريت والإنفرا، لكنها برضها لا تزال النمط الثاني هذا مو صح. مين اللي يجي بعد كده أفضل لنا؟ إلا هو موضوعك، لكن مو بس البلوتوث، عشان إحنا ما نتكلم على شركة معينة أو تكنولوجيا معينة، نتكلم على تقدر تقولي ثلاثة أنماط. ممكن أوريكي هذا نمط إلا هو البلوتوث اللي يتحط على الإذن، وهذه شيء بطريقة أخرى من دون اسم الشركة، كلكم عارفينها هي. ما أعرفها. وبعدين هذا نمط، في نمط ثاني إلا هو السلك. استخدام السلك. السلك اللي هو بينتقل منه الصوت عن طريق يا يعني انه بالهيدسيت او بالتليفون، يمكن يكون لسه في جيبي في حاجه طلع لي فيها. ما شاء الله. أيوة. سماعات لا غير سلسله المفاتيح بس مشكت فيها. ما علينا، نتجاوز هذه. هذا السلك اعتقد انه هو ده بالتكنولوجيا الجديده الان اللي تستخدم 30 بيتس. يعني ايش هذا؟ مو موجود فيه، انك انت تحطي توصيله تعزل ما تبقى من انتقال الموجات من التليفون إلى إذنك، طالما أنه هو التليفون بعيد عنك إذا أنت في أمان. إذا محطوط في جيبك وبعيد عنك بالبلوتوث أو بالواير اللي هو السلك المباشر، مع وجود المادة دي بتطلع بدولار في تجيبوها من أو موجودة عندنا في السوق، أنك أنت تحطي عازل يمنع
وطلوع الموجات اللي تأثر علينا. كذا أكون قربت إني أجاوب سؤالك. أيوة يعني أنت قربت إنه التليفون مباشرة هذا وحش، هذا أوحش شيء. عن طريق البلوتوث ترى يا جماعة أموركم تمام، بس أبغى التفاصيل شوية كمان. تفاصيل في هذه إنه دي صحيح موجات راديو، موجات راديو. موجات الراديو دي هي جزء من منظومة الكهرومغناطيسية، وهي اللي بتنقل لنا المعلومات، وكل ما كانت عالية وقريبة من الإذن ملخص الكلام هذا مو كويس. حلو. كل ما كانت بعيدة وفيري فيري لو يكون يعني مرة منخفضة يكون هذا أحسن لنا. ولكن من هو في هذا الحقل المغناطيسي يبغى يكون لنفسه حقل تجارب؟ يعني إيش؟ أنا أكون حقل تجارب لما يثبت العلم إنه هذا صح أو غلط. لكن على أي حال ما أبغى الجمهور يعني يصبح عنده نوع من الفزع. في التقرير اللي قلتيه 250 عالم من 40 دولة كتبوا معروض إلى الهيئة العالمية للصحة العالمية اللي هي WHO وللأمم المتحدة، بيقولوا فيها إنه إحنا نطالب النظر في الترخيص اللي بيعطى للمصانع لهذه الجمهور. أنا وأنت كل واحد بيشيل ويأخذ ويشتري، لكن في منظمين هم بيطالبوا من المنظمين إنهم يشتغلوا في هذا التقرير اللي أنت ذكرتيه، إنهم يعملوا إنه يخفضوا مستوى القبول بالمرور هذه الموجات للمستهلك. يعني إنهم يشتغلوا عليها أكثر، ومو بس كده إن هي للأورام، في كمان بيتكلموا على الدي ان اي بانها بتغير في تكاثر الخلايا، انها كمان بتعمل تشتيت للمخ فيصبح فيه للتركيز وكذا، واشياء اخرى للعصبيه يعني. هي دي ثلاثه اشياء في التقرير حقهم، ولكن هذا ياخذ وقت وهل هو صحيح ولا لا. لكن كله حتى في التقرير لو قريتيه بيقول ميبي كارسينوجينيك، يعني قد يؤدي الى حدوث سرطان. صح يا دكتور. طبعا انا ما بقارن، ولكن الشيء بالشيء يذكر. أيوه. منذ زمن كان القتال احنا الاطباء ضد التدخين والنكوتين، صحيح قتال عنيف بيننا وبين الكارتيل والشركات اللي بتعامل لهم مقاطعاتهم والاموال التي تدفع من الطرفين البحثيين واللي هم بيصنعوا، الين في النهايه حصلنا عن انه في بكه السيجاره مكتوب هذا يؤدي الى سرطان. أيوة. هم الآن 250 عالم يبغوا ينظموا ويبغوا يقولوا والله إحنا إذا صار في تنظيم وصار في أبحاث تمويل لهم ممكن قد يؤدي إلى أن نقول في المستقبل هذه التكنولوجيا قد تؤدي إلى مشاكل صحية. بالضبط. هو مع التطور دكتور، مع التليفون القديم بعدين طلعت الجوالات، الآن يقولوا مع الجوال لما تحطه على أذنك قوة الذبذبات خاصة أثناء الاتصال أنه لا تحطها في أذنك علشان ما تتأثر الدماغ. قلنا أوكي طلعت السماعة الجديدة البلوتوث اللي فرحانين فيها، الآن يقولوا مخاطرها أكثر وأنها تسبب ضغط. هذا هو محور الحديث. أيوة. ما خطرها أكثر؟ لا ما فيها خطر. لا لانك انت بتبعدي، هو المستقبل بيجيله من الاريال حق الاس تي سي ولا الشركه. ما نتكلم شركات احنا. الابراج. الابراج. الابراج تيجي تنقل الموجه الصوتيه الكهرومغناطيسيه عاليه الذبذبه هذه تتلقيها انت على طول لو كنت كذا، لكن حطيتيه كذا بعيد عنك وسبيكر. انا ما قلت النقطه دي، انك انت تستخدمي المكبر الصوت. مكبر الصوت بيديكي هو الساوند ويف يعني الصوت، وخلى الاستقباله للكهرومغناطيسية الضارة للإنسان بعيد عنه، هذا كويس. أيوه. لكن طبعا فيها التزامات اجتماعية، فالأفضل أنه يعني توقفي المكالمة وتنقليها لثابت أو يكون عندك هذا. إحنا الآن النقطة اللي بنقولها أنه حتى دي طلع فيها، لكن طبعا بلا شك مو كذا ياسمين أنها هي زي هذيك، لا مرة مرة أقل، لو 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 فريكونسي. هم يقدر يعني موجات صوتية جدا ضعيفة ما تأثر، لكن العلم العلماء الآن يقولوا مين اللي يقول كذا؟ فين البحث؟ نبغى نشوف أبحاث. هذه النقطة الآن فين الأبحاث. أيوة. لكن في حاجة تانية لازم نضيفها، اللي هي الآن بالقانون الجديد إنه ما حد يستخدم الجوال هو يقود السيارة، هو أو هي ما يستخدموا الجوال هم بيسوقوا. ليش؟ لأنه بتشيل ثلاثة أشياء. إنك أنت ممكن تطالع في الجوال وما تشوفي، هذا إنك تشوفي. ثانيا إنه السيارة المقود لازم على درجة على الساعة 9 والساعة 3 المقود
للسياره تكون انت ثابته، هذا هو الشيء الصح في القياده، مو كذا متكي ومريح. انا ما اسوق. هذه مواهب يا دكتور. وبعدين يحط الجوال ويسمعوا عن السبيكر حق السيارة أو بالبلوتوث، لكن هذا يشيل له الشيء الثالث اللي هو التركيز أثناء. فلذلك الأفضل إيش يسوي؟ يأشر وكل المتحدث حقه انتظرني شوي أنا بسوق، ويأشر بالسيارة، يطالع في المرايتين ويطالع في جنبه عشان النقطة العمياء. ما هذه كلها تعليم للناس، ما حد يطالع النقطة العمياء. النقطة العمياء خطيرة دي، ممكن أنه تسوي حادث إذا ما التفت فوق كتفه ويشوف الجهة دي ما تبان في المرايتين السيارة، يوقف ويكمل اتصاله وبعدين إذا كان آمن أو عندما ينتهي من القيادة. وكذا كذا يعني جمعنا شوية حاجات آمنة وسلامة للمواطن. والله بروفيسور أنا كنت حابة أنك تأيد هالدراسة أو هالبحث، إنه ما نستخدمها مرة. إي والله والله هذا الأفضل والله. لكن تقدر تسوي كذا؟ أنا ما استخدمها يعني. رندا تقدر تسوي كذا؟ ما تقدر. أنا المكالمة إذا تجاوزت أكثر من 5 دقائق تلقاني أنهار نفسيا. طيب إذا أنت تتبعي معادلة 60-60، إيش 60-60؟ إيش 60-60؟ 60-60 أنك أنت درجة الصوت اللي أنت بتحطيه في السماعة اللي هي سلك أو كذا تنزليها عما أنت تبغي إلى حتى إلى 60% أقل. فبالتالي يصير تسمعي بس بطريقة معقولة، ما يصير في، لأن الصوت العالي كمان هذه نقطة أخرى غير الزبزبات، هي على أساس أنها إزعاج للخلايا اللي جوا اللي بتلقط خلايا القوقعة. مو بس الخلايا، إزعاج للشخص اللي جالسين تكلمونه. 5 دقائق احسبوها، دقيقتين والله العظيم دقيقتين لو كلمته مرة ممتاز. طيب والله إيش بقية الستين الثانية؟ الستين الثانية إيش هي يا رندا؟ الستين الثانية أنك أنت ما تزوديها عن 60 دقيقة في اليوم كله. على ماشي على كلامك يعني، دقيقتين، 5 دقائق، 3 دقائق، او استخدم سبيكر. احنا الشباب الان، انا ليش قلت لك انه 5 دقائق فعليا؟ لانه احنا نشوف يعني، انا عندي مثال مره حي، اختي تكلم صاحباتها بالساعتين و3 ساعات، تخيل، والسماعة بإذنها. يعني أنا كنت حابة أنه أنت تقول فعليا خطر، لأنه شيء ما تتخيله أنه فعليا السماعة بإذنها، وتمشي وتسولف معهم، تمشي وتسولف معهم وتكلمني وتكلمهم أنه والجوال عليه ولا بالبلوتوث؟ لا بالبلوتوث. بس برضو مو صح، معانا وعايش مو صح. نعم. لا لا، شيء زيد مو صح. بس إيش الأضرار اللي تسببها على الأذن؟ احنا الان زي ما قلنا ما في شيء سبب علمي، لازم يكون بحث علمي قائم على دراسات. طب كل الطبلة تتأذى يا دكتور. لا لا لا, 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 لا ما اي شيء لابد يكون قائم على بحث. هو الان بيقولوا انه هذه فيها علامة خطر، لكن ما يقدر يقولوا بشكل جازم، ويطالبوا الهيئات الدولية انها تتدخل، لانه بتتباع مثلا السنة هذه شركة معينة، بلاش نقول أية، ب 28 مليون ديفايس نقل للناس وكذا. فيعني هي بتتطور كمان، لكن نبغاهم يمشوا إنهم يقللوا مستوى الضرر، بما معناه الآن خلوه عالي، يقول لا احنا الحد هذا الموجات دي مناسبة. هم الدكاترة بيطالبوا انه الساينتست انهم يطالبوا انه تنزل حتى هذا الحد، بحيث يكون بطريقة آمنة اكثر. لكن بلا شك مهما قلنا الشيء اذا زاد عن حده ينقلب. يعني يعني انا بمفهومي البسيط اقول اذا في حاجة ممكن الواحد يركبها في السماعة حقت الجوال تخفف من هذه الدبدبات انها توصل للاذن، طب يركبوها في التصنيع. هذه واحد. اثنين، الشغلة الثانية اللي كنا بنتكلم عنها يا بروفيسور على موضوع الضوضاء اللي تصير، التلوث السمعي هذا اللي يصير وأثره، لما أنا أحط هذا الصوت بشكل مباشر على الإذن عشان أبغى أجي لنقطة ترندة عشان أختها تسمع الموضوع هذا وقديش هو يأثر. إحنا ما نقول الضرر من الموجات الصوتية اللي من السماعة، إنما الصوت المباشر اللي يخبط في الطبلة ويخبط في الخلايا العصبية أو في الشعيرات العصبية اللي موجودة في الإذن، قديش ممكن يأثر وممكن تسبب لها تلف. هو هذا قلناه كله، إنه قلنا إنه أولا الموجات الصوتية يعني اللي هي الموجات الراديو والكهرومغناطيسية دي تأثر للخلايا الدقيقة الرقيقة في المخ. لكن القوقع إذا زاد الضوضاء زي ما تفضلتي، عدت عن 80-85 ديسبل لمدة طويلة، توصل ل90 لمدة أقل، هذه تموت الخلايا. خلايا السمع يبدأ الإنسان يحس. عشان كده بنقول لما يجيني مريض يقول أنا عندي طنين في إذني، أول شيء أفكر فيه هل عنده نقص في السمع ولا لا، هل هو تعرض لمثلا سبيكرز حقت الدي جي ولا مفرقعات ولا الصيت، هذه كلها كل الضوضاء أو العمل كلها تأثر على الخلايا اللي هي السمعية
حتى لو انتقلت بموجات صوتية آمنة، ولكن الغير الأمان إنه على الصوت. الفوليوم العالي هذا مو مظبوط، الصوت ارتفاع الصوت العالي ده في قوته مو كويس. تشوفي في الأفراح عندكم الأفراح الدي جي الرجة تيجي 3 ساعات 4 ساعات، في مرضى كثير يطلعوا يكون عندهم طنين في إذنهم لأنه صار في نقص في الخلايا. صح يكون مؤقت، قد يكون مؤقت ويرجع، ولكن يعني زي ما تفضلتي إنه الأفضل. في شيء باقي كمان ما تكلمنا عليه إنه هو شحن الجهاز ما يكون قريب، لأنه أثناء شحنه بالكهرباء بيصير في عندك موجة كهرومغناطيسية، إذا كان قريب من النائم فهذا برضو بيأثر على الأنسجة الرقيقة في المخ. حتى لو كان شابك هذا في الكهرباء، لو كان معاه باور بانك، طيب نفس كيف؟ إن الباور بانك ما كله بيطلع موجات طبعا، هو المترددة والهذه اللي هي تاخذ من الجدر بتطلع لك أقوى، هذه أقوى تطلع، فلكن افضل كله يكون بعيد حتى يعني في غرفه النوم يكون برا بعيد او برا غرفه النوم هو يشحن، هو اثناء الشحن. هذه اضافه جديده على الموضوع يعني. بس دكتور نقطه جدا مهمه، نعم، يعني انه فعليا احنا اطفالنا اذا يبون يشحنوا الايباد او اي شيء عندهم، او حتى الجهاز الكمبيوتر او اي شيء اللابتوب، انه تلقاهم يشحنوا وهم جالسين يشتغلوا فيه او وهم جالسين يلعبوا فيه. لا، هو الافضل ما يكون كذا. هذه بس انت ذكرتي نقطه ذكرتني بنقطه كنت حقولها، اللي هو الجيل الجديد الاطفال، الام والاب والاسره، في موضوع البلوتوث، وحتى لو كنا قلنا انه امن، احنا هذول لسه مشوارهم طويل ومدى العمري عندهم طويل، فالانسان لازم يحرص انه ما يخليهم يتعرضوا كثير للشاشات او للتكنولوجيا، السماعات او استخدام الجوالات، خاصه الاطفال احرصوا انه هذا لازم يكون بعيد عنه. ما للاسف يا بروفيسور انت قاعد تتكلم، انا جالسه بفتكر الاشياء اللي موجوده عندي في البيت اللي ممكن تطلع هذا النوع من الكهرباء، الواي فاي، الميكروويف، ما اعرف ايش، كل هذه بتطلع اشياء ميتنج، يعني بتطلع موجات، يعني احنا عايشين مع الكهرباء المغناطيسيه هذه، الله المستعان. المشكله انه هذا النوع من البحوث تحتاج سنين وسنين حتى صحيح. تثبت هل هي فعلا ضاره او لا. لذلك انا قلت لا نكون احنا حق أنا تجارب لغيرنا يعني. أنا إن شاء الله أوت ما راح أكون من ضمنهم، لكن بس ما نبغى كمان يصير في فزع عند الناس وما بيستخدموها، وخاصة إذا كان استخدام رقيق وكذا، وزي ما قلنا الضوابط هذه تصير شيء طيب. أنا أشكر وجودك اليوم وشكرا على وقتك بروفيسور. شكرا لاستضافتي. نورتنا مشاهدينا. حنطلع فاصل ونرجع نكمل باقي الفقرات. متابعينا بعد الفاصل، هل تحبين الحامض وتتناولين الليمون بكثرة؟ تعرفي سيدتي على فوائده وأضراره.